بعد تأييد حكم الإعدام من محكمة النقض، الحقيقة إن أم محمد عادل ظهرت تاني من جديد علشان يعني تستغيث بينا بعد ما اندحك عليها من كل الناس اللي بيدافعوا عن محمد عادل. ابني يا شيخ، ابني غلبان، ابني كل الإعدام ما يتقبلش. الأدلة اللي ظهرت دي تظهر إمتى وتظهر إزاي؟ اما يبقى كل الحاجات ديت الناس تعرفها، وبعد ده كله النقد يترفض. يترفض بقى ازاي؟ النقد يترفض لعيل يتيم امه ملهاش الا هو وعياله واخواته؟ هم ما شافوش اللحظه العدل؟ فين العدل؟ الام ربت بنتين احسن تربيه، وربت ابنها احسن تربيه. هو ابني عشان غلبان خلوهم صوروه والموضوع وقف لغايه كده؟ الحاجات اللي ظهرت بعد كده ايه اللي حصل؟ اما قالوا اللي المجني عليها اتشالت، وقالوا حاجات كتير، وقالوا فيه واحد طرف تاني، وقالوا ده وده. الحاجات دي هتعوضي عليك يا رب. هقول اي هقول كل حاجه لكن يحصل كده؟ ده الناس اتفعلت معاه عشان يتحاكم في يومهم يظلموا تاني والنقد يترفض ازاي؟ والحقيقة دي هتظهر ازاي؟ طبعا يعني انا قلتها قبل كده والله العظيم يا جماعه، يعني انا صعبان عليها الام، ولكن مضحوك عليها اقسم بالله، مضحوك عليها من الناس اللي فهموها ان ابنها علشان متفوق وغلبان ويتيم فهيطلع براءة. هم ضحكوا عليها بالكلام ده، وطبعا محدش عرفها ان من قتل يقتل. اي حد يقتل اي حد يقتل، لان ده العدل وده قصاص ربنا في الدنيا. اتظلم بقى ما اتظلمش، انت قتلت هتتقتل. في ام تانية اتجرحت، ام نيرة دي اتجرحت على بنتها الله يرحمها، فانت كمان عشان خاطر العدل انت كمان لازم تتجرحي على ابنك. مين بقى فيهم الظالم؟ مين فيهم المظلوم؟ احنا شفنا كل الحقيقة قدامنا، شفنا الرسائل اللي كانت ما بينهم، وشفنا كل حاجة، والنيابة العامة شافت أكتر مننا احنا بكتير جدا، وطلعت واتكلمت. فريد الجدي والله يرحمه وأستاذ أشرف نبيل، كل دول فين؟ فين الناس بقى؟ فين الناس؟ وفين الشعب؟ فين الشعب يقف جنب أم؟ مفيش حد في مذكراتهم يعني اتقبلت المذكرة واتقبل النقد. ليه؟ يعني قضية رأي عام؟ طب لو قضية رأي عام، طب ما احنا الرأي العام كان معانا، ومتعاطف معانا، كل ده فين؟ طبعا الرأي العام اللي هي بتتكلم عنه يعني اغلبه انضحك عليه علشان خاطر الكلام اللي اتقال انه القضية فيها حاجة كتير وفيها يعني مفاجآت وانتظروا جديد. وبعد كده اكتشفنا ان هما بيتكلموا عن قهر الرجال، وكل مرة بيطلعوا يتكلموا عن قهر الرجال وبس، ما بيشرحوش تفاصيل. فالرأي العام بدأ يتجه بقى للحقيقة لما شاف عمرو الكاشف وشاف منى ابو شنب بيتخانقوا مع بعض، وكل واحد فيهم عايز يطلع ويتشهر. والموضوع مش موضوع دفاع عن محمد وعن مثلا انه حد مظلوم او الكلام اللي كانوا بيقولوه في الشاشه قدامنا، لا. فخلاص الراي العام بدا يرجع بقى تاني لاسره نيره والنيره اشرف الله يرحمها. يتيم ماليش الا هو وحدها، احنا مش عارف اصبرها، مش عارف اقول لها اي حاجه. محدش قال في حقه كلمه وحشه، والله لو حد قال في حقه كلمه وحشه. الجريمه مصبره ده حاجات كتير، الناس جايه تصور القضيه الجريمه. ربنا يا رب يصبرها على فراقه، لانه خلاص يعني كده كده هيتعدم، لان ده في النهايه شرع ربنا سبحانه وتعالى، دي حاجه مش بايدينا خالص. لان في بنت يعني اتقتلت غدر على ايده، فهو كمان لازم يموت ويتعدم. وسواء بقى يعني يتيم او مش يتيم، خلاص الولد قتل، ايا كان ايه اللي حصل، ايا كان القصة والحكاية.